السلام عليكم. اليوم حبيت نتكلم على واحد الظاهرة خطيرة جدا، والمؤسف هو أنه يعني المصورين في الإذاعة يصوروا الظاهرة هذيك، لكن ولا تعليق ولا كلام ولا إنذار، ولا كأن الأمر عادي. نشوفوا هنا في الصور هذه الناس طالعة في أماكن جد خطيرة، الإنسان يقدر يزلق يطيح يموت يعني، وماشي واحد يعني غاشي يطلعوا هكذا يعلقوا في أماكن خطيرة. خاصة شفتها في ملعب 5 جويلية، وفي مرات أخرى تشوفها حتى في الفلومبو، يطلعوا فوق الفلومبو هذاك اللي جاي في الملعب ويطلعوا حتى للفوق واقفين غاشي، ولا واحد، لا المصورين يتكلموا، لا المسؤولين تاع الملعب يتكلموا، لا المسؤولين تاع الدولة يتكلموا، ولا أحد، وكأنه لم يشاهدون شيء. والله الأمر هذا خطير جدا ومؤسف كثير لترك مثل هذه الأماكن يعني مفتوحة للناس يطلعوا، يعني أمر غريب جدا. نتمنى أن هذا النداء وهذا الإنذار وهذا الميساج يوصل للمسؤولين اللي يهمهم الأمر، لتفادي أن يعني به ما تصراش الفضيحة والفضيعة بعد هذه التصرفات المشينة التي تجرى أمام أعين المسؤولين. إذن إن شاء الله يكون فيها خير، والسلام عليكم.